توقعاتك لمباراة الزمالك وايلكت اللي تشادي في افريقيا؟ هو ممكن مثلا يكسبوا 3-1. لا الزمالك هيكسب حوالي مثلا 2-1. الزمالك هيكسب 2-0. يعني فرنج 4-1. 4-1 للزمالك ممكن. لا ان شاء الله سكور عالي يعني 5 مثلا 4 كده يعني. ان شاء الله ان الزمالك يكسب 3-0. بتهيألي ممكن الزمالك يغلب 2-1. لا هو الزمالك طبعا قوي اليومين دول وبالذات ان هو شادد حيله مع فريرة وكده، بس يعني اتوقع انهم هيتعادلوا يخسروا. يستاهل يكسبوا. شايف الزمالك مع فريرة هيوصل لمراحل متقدمة وهيفوز بالبطولة الجاية؟ لا طبعا، الدوري المصري حاجة ودوري الأبطال حاجة تاني. يعني هو فريرة ممكن يكون عنده خبرة في مع الفرق الصغيرة في الدوري المصري وكده، وبالذات ان الأهلي كان نايم يعني، بس هو ما اعتقدش ان هو يكسب حاجة في بطولة افريقيا ولا في اي بطولة تاني. ان شاء الله. بتهيألي ممكن، لان المدرب ده مدرب كويس ومنظم الفرقة، والفرقة اللي معاه كويسة، بس هما بس يلعبوا كتيم وورك، بس ما يلعبوش كل واحد يشوف نفسه يلعب يعني. هيوصل للمراحل المتقدمه بس ما اظنش هيفوز بالبطوله. يعني انا زملكاوي بس ما اعتقدش ان هو ممكن يكسب البطوله، ممكن السنه الجايه ان شاء الله، بس هي ممكن يطلع مثلا يعني يعمل اداء كويس، يطلع من دور 16 او بعد كده كمان. انا شايف ان فريرة برضو مدرب كويس لنادي الزمالك وعامل شغل جامد قوي معاهم يعني وكده، بس انا شايف ان هم ممكن يفوزوا بالبطوله. عوده عمر جابر لنادي الزمالك ولا لا؟ لا شايف ان عمر جابر يعني ملوش مكان في الزمالك كقيمه مثلا او قامه، ف يعني مش عارف قوي، بس انا مش مع عودته بصراحه يعني. بس لا لا عمر جابر مش من افضل لعيبه في الدوري يعني، مش اللي هو يروح الزمالك في الوقت. وشايف ان هو عايز يرجع بيته تاني يعني؟ ماشي تمام، بس هو مش لعيب اللي هو انت تحتاجيه في الفريق دلوقتي يعني، في ناس كتير احسن منه في المركز بتاعه. بالتالي مش هيرجع يعني ما كنتش حابب ده احسن خيار، بس يعني عمر جابر طبعا كويس وخبرات عاليه قوي، بس يعني كان في لعيبه تانية كتير احسن.